من رام الله عبر سكايب ينضم إلي مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب. أستاذ جهاد، مرحبا بك. جولة مفاوضات جديدة تستضيفها الدوحة لإحياء صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، هل ولدت هذه الصفقة ميتة بحكم غياب حماس؟ دعنا نقول أن هناك تفاؤل حذر حتى الآن في إمكانية الوصول إلى اتفاق، خاصة أن الجميع يعلم بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية هو من يعرقل هذه الصفقة أو الوصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار، ويريد الاستمرار بالحرب. لكن هناك العديد من المعايير والمؤشرات التي تشير أن هناك تفاؤل. أولا، حركة حماس لم تذهب إلى هذا اللقاء لأنهم هذا لقاء رباعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومصر وقطر، وعادة لا تجتمع حركة حماس في هذه اللقاءات كما جرى في باريس 1، باريس 2، وفي روما وفي القاهرة. لذلك ما سيتمخض عن اللقاء اليوم سيرسل إلى حركة حماس للحصول على موقفها، وهذا الأمر قد يأخذ وقتاً لأن الاتصالات ستكون مع رئيس المكتب السياسي الموجود في قطاع غزة تحت الحصار والحرب، وبالتالي قد تأخذ الردود أوقاتا. لذلك عندما أعلنت حركة حماس عدم الحضور، هي تدرك تماما أن هذه الاجتماعات لا تكون فيها حركة حماس موجودة. لكن وفقا للإعلام العبري أن الوفد الإسرائيلي سيمكث يومين تقريبا، وهذا مؤشر جيد على إمكانية أن يكون هناك تفاوض. الأمر الثاني أن الوفد الإسرائيلي منح بعض الصلاحيات، لكن هذه الصلاحيات ليست مقررة، وأن الطاقم الفني سيمكث أيضا في الدوحة بعد عودة الطاقم السياسي، أو كما يسمى في إسرائيل رئيس الموساد والشباك، أي رؤساء الفرق الإسرائيلية، وهذا أيضا مؤشر إيجابي. دعني أقول أن هناك احتياج للأطراف المختلفة. الطرف الفلسطيني هناك احتياج لوقف الحرب وآلة الدمار كما شاهدنا قبل قليل في الفيديو، مطالبة المواطنين الفلسطينيين بالوصول إلى مثل هكذا اتفاق. هناك احتياج إسرائيلي، ونحن نشاهد لكن أيضا. أستاذ جهاد، ماذا نفهم من إعلان حماس أنها لن تعيد التفاوض، واتهمت الإسرائيليين بالمراوغة، ومعلوم أن إسرائيل قد صفت رأس هرم التفاوض لدى حماس وهو رئيس المكتب السياسي لديها؟ حركة حماس لا تريد التفاوض من جديد على القضايا السابقة التي تم أخذ فيها قرارات واتفاق عليها، وبالتالي هي لن تذهب لإعادة هذه القضايا، إنما ستفاوض على الإطار التنفيذي لبعض القضايا الخلافية التي كانت قائمة في المقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس الأمريكي وقرار مجلس الأمن 2735، بالإضافة إلى بعض القضايا العالقة التي تحتاج إلى تجسير الهوة بين الطرفين. وفي ظني أن الوسطاء اليوم هم من سيقدمون مثل هكذا قرار أو مثل هكذا اتفاق، خاصة بعدما أن أعلن الوسطاء الثلاث في الإعلان الرئاسي الثلاثي أنهم مضطرين أو سيضطرون لتقديم إطارا نهائيا للقضايا التنفيذية. في ظني هذا هو ما أرادته حركة حماس عندما رمت الكرة في الملعب الوسطاء من جهة، وأيضا في ملعب الحكومة الإسرائيلية. الآن واضح أن المسؤولية تقع على رئيس الحكومة الإسرائيلية بعدما سمعنا العديد من التصريحات الإسرائيلية. وزير الجيش الإسرائيلي قال بأن النصر المطلق ليس له معنى وهو لن يأتي. رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هاليفي في بالأمس كان في محور فيلادلفيا، أي الحدود الفلسطينية المصرية، وقال أنهم أي الجيش يخضعون إلى أي قرار سياسي يتخذه الحكومة، وبالإمكان الانسحاب والخروج من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، وبالإمكان العودة في أي وقت تشاء الحكومة الإسرائيلية. دعني أقول بأن حركة حماس استخدمت تكتيكا متشددا هذه المرة، ومع ذلك الطاقم التفاوضي لحركة حماس هو بالأصل موجود في الدوحة الذي يرأسه
خليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع هنا غزة. أستاذ جهاد، وصف التفاوض مع حركة حماس بعيد اغتيال إسماعيل هنية بأنه بات أصعب وأكثر تشددا بقدوم السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة. هل تذهب إلى مع مغيل؟ هذا ما كنا نتوقعه، أن سيكون هناك تشدد من قبل حركة حماس في التفاوض لمسألتين. المسألة الأولى للجرائم التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأيضا قيامه باغتيالات لقيادات حركة حماس رئيس المكتب السياسي ونائبه قبل 6 أشهر تقريبا في بيروت. هذا من جهة. من جهة ثانية، أن تجربة يحيى سنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الحالي في السجون كانت تشير إلى وضوح رؤية أو وضوح عقلية الاحتلال الإسرائيلي عندما كان يفاوض إدارة السجون في الإضرابات التي كانت تشهدها سجون الاحتلال الإسرائيلي وفي الحياة اليومية في سجون الاحتلال الإسرائيلي. لذلك لديه خبرة وتجربة واسعة في هذا المجال على مدار 20 عاما تقريبا، وبالتالي هو يدرك ويفهم عقلية الحكومة الإسرائيلية، لذلك هو يتعامل بندية وأيضا في محاولة لإجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتقديم بين قوسين تنازلات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاق الذي تم إعلان حركة حماس في يوم 2 يوليو الماضي بأنها توافق عليه، وجرى تأييد ومباركة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن ومن حيث المبدأ. لكن التفصيلات هي أو التفاصيل هي المشكلة الرئيسية، لأن نتنياهو أضاف عددا من الشروط تحت بند مذكرة توضيحية، وهي تذهب إلى تعطيل بل إلى تدمير إمكانية الوصول إلى اتفاق. لذا التشدد اليوم هو مطلوب من قبل حركة حماس حتى تتمكن من إخضاع الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالإطار التنفيذي للاتفاق. مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي أستاذ جهاد حرب، كنت معي عبر سكايب من رام الله، شكرا جزيلا لك.